هذا بمجرد برك بمجرد ما يجي العامل الموظف يشتغل نفسه صحيح، ما يحتاج لا لا قفله تشعلها لا، يجي هنا يجي الطبيب ولا العامل مجرد ما يقرب ليه في هذا المجلس يبدا يعمل تلقائيا. احنا ان شاء الله هذا حرصا ويحافظ على ان شاء الله سلامه المؤسسه الجوارية اللي يهداها ان شاء الله.